انا كأب من الاولياء التلاميذ اللي كيعانيو من عدم الحضور ديالهم والغياب ديالهم الدائم على المدارس، فكنحملوا المسؤوليه بالدرجه الاولى لوزاره التربيه الوطنيه لانها هي الاساس في هذا المشكل. كنتمنى انهم يتدخلوا لان الضحيه هو التلميذ والضحيه غيكون جيل باكمله لمده سنوات. كنتمنى ان العقلاء الحكومه انهم يتدخلوا لان انقاذ المدرسه العموميه فهو انقاذ الجيل، انقاذ المدرسه بشكل عام، انقاذ يعني للمغرب بهذا الشكل. هذا يمكن لنا اننا نصحوا هذا الوضع هذا. فلما كانوش عقلاء يدخلوا فراه غيكون واحد المشكل انفلات ما كنتمناوش المغرب، لان بهذا الشكل هذا ربما توقع الواقعه. يمكن لنا ديك الساعه نوليو فاقدين الامال حتى في اخراج يعني الحياه الاطفال ديالنا، لان بغيناهم مستقبلا يكونوا في الخدمه، يكونوا انهم يكونوا هما الجيل اللي غينقد المغرب وغادي يمشي بالمغرب الى الامام. هذا الشيء اللي ممكن نقول لكم، ولكن كنتمنى من وزاره التربيه. طيب انت كاب اليوم حول واحد المعلومه اللي كدور ديال السنه بيضاء، انت كاب ترضع على ولادك يدوزوا سنه بيضاء؟ ماشي مشكل ديال السنه بيضاء، المشكل ديال اجيال من القدام. سنوات غيولي واحدنا اجيال غادي تضيع. كنتمنى وراه ماشي من صالح ان الحكومه ان المدرسه المغربيه تضرب، راه خص يتم انقاذ المدرسه المغربيه. الا انقاذ المدرسه المغربيه انقاذ الجيل وبالتالي انقاذ المغرب. هادشي اللي كنقول. كأب رسالتك اخيره بغيت نقول. الرساله ديالتي الاخيره هي العقلاء في الحكومه المغربيه يدخلوا بشكل صارم حازم لانقاذ هاد الاجيال من تبعات ديال الغياب ديالهم وديال السنه البيضاء. ممكن غادي تكون الواقعه ديال تاع المغرب باكمله. شكرا. شكرا. السلام ورحمه الله. شباب بخير، شفتك دخلتي انا وسط هذه المجموعه شاركتي مع الاساتذه، شنو الهدف ديالك؟ احنا بالنسبه بصفتنا تلاميذ خصنا ندافعوا على حقوقنا. كيفاش ندافعوا على حقوقنا؟ اولا اننا نطالبوا باش اننا نطالبوا الحقوق ديالنا في التعليم. حيت حق التعليم حق واجب كل طفل. ثاني خصنا نطالبوا بحقوق ديال الاساتذه بعد نزول هذا النظام الاساسي الجديد اللي كيشمل بعض القوانين اللي كتهين الاستاذ. وحنا بصفتنا تلاميذ كنخرجوا كنتظاهروا رفضا لهذا النظام الاساسي الجديد ورفضا لهذ القوانين اللي نزلات هذه الدوله. شنو مستوى كتقرا انت دابا؟ ثانيه اعدادي. شحال من يوم انت مبطل دابا ما كتخدمش؟ ايوا راه حنا تقريبا من نهار الاضراب، من اول اضراب وحنا كنتظاهروا. شنو رسالتك شنو تقول انت اليوم؟ الرساله ديالي انني كنوجه للتلاميذ انهم يتوحدوا معنا، انهم يقاوموا معنا، ما يخافوش فين ما تكون شي مظاهره يخرجوا معنا. السلام عليكم. شكرا لك السيد فضيله. مرحبا خويا. حنا المعلمين اي كيناضلوا من اجل الحقوق ديالهم. الوزارة متعنتنا من الجهة ديالها. إذا هاد المشادات ما بين الوزارة وما بين المعلمين كنجيو الضحية ديالها شكون هما؟ هما الأبناء ديالنا حنا اللي ولاو كيقراو في السيمانة ساعة ولا ما كايناش. حرام حتى الأساتذة غادي نلومهم. أي الوزارة ملومة، الوزارة ملومة، ولكن المعلمين هنا والاساتذه غنلومهم حتى هما. مثلا علاش؟ غنلومهم لانهم تما يضحيو من جيسهم من اجل الابناء، من اجل التلاميذ. اي غادي يتجاهلوا هذيك الحكومه، غيضحيو شويه بهذيك جوج الفرانك اللي كيطالبوا بها وبهذيك المطالب اللي هي اي مشروعه ديالهم. ما تنقولوش لا، ولكن يضحيو شويه مع وليداتنا، ما خليوش الناس عليه. راه حرام هادشي، والله الا حرام. شحال عندك ديال الوليدات؟ عندي ثلاثه ديال الوليدات. ما كيقراوش دابا؟ جوج ما كيقراوش، واحد فليتيه راه ما كنتش اشكال كمل هذا العام، وجوج باقي كيقراو كيمشيو وكيرجعوا النهار كامل هما في الدار شادين تليفون كيتهاودوا. دونك هنا هي ديك الفكره ديال المحاربه ديال الهضر المدرسي. الهضر المدرسي جاي من عندهم. الهضر المدرسي جاي من عندهم. دونك يشوفوا لنا حل لوليداتنا. كأب اليوم شنو رسالتك بغا توجهها؟ مشا هما هادو ولا هادو، لا الحكومه ولا المدربين، انهم ياخذوا بعين الاعتبار ديالهم في الموسم الدراسي ومن بعد يحل حلال. الحكومه كيف ما صوتنا عليها وطلعناها نصوتوا عليها ونطيحوها. لا شيء، لا حكومه مفروضه علينا
دستور قراني. الحكومه تخدم تخدم، ما تخدمش راه كتعاد فيها اعاده نظر. شويه المواطن يكون عنده حس، وهاد الناس يكون عندهم شويه حس، وما على حنا ما نبقاوش نضحيو بولادنا من اجل المطالب ديالهم والمكاسب ديالهم. الله يرحمنا ويرحمكم. شكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.